اول شيء مساء الخير، حابه اعرفكم على حياه ميمو. الحمد جدا بونجور بونجور. نرجع من العيد. حياه ميمو ولورين ونانو بونوي. من شوي كنا قاعدين يا جماعه سهرانين، فبلشوا الصبايا يغنوا، هاي تغني وهاي تغني وهاي تغني، فكل وحده صارت تقول انا صوتي احلى، لا الثانيه تقول انا صوتي احلى. بالحقيقه كلنا صوتنا ارشا من بعض. لا تصدقون بالشعر، هذا الشيء بخصكم، انا صوتي حلو. فاختلفنا، خلوني كمل. فاختلفنا صوت مين احلى من الثانية، على شوي كنا رح نضرب بعض تماما. فدخل جيفارا وحللنا الموضوع. استاذ جيفارا معك المحلل. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هاو ار يو؟ هاي تمام. انا اول ما دقوا لي كنا انا وسيفو. تفضلوا تفضلوا شباب، تفضلوا تفضلوا. كنا انا واخواتها بالمحل، اول ما دقوا لي عم حيطوا حلقانين، عم تصير بسرعه اتصل جندرمه ايش في؟ بعد ما وصلنا لهون عرفنا انه عم يغنوا حلقانين في بعضهم. ففورا هون الاضطرار لقيت الحل. جبت لهم ايه ركزوا معي ركزوا معي عشان التحدي تفهموا علي شلون. تمام. فجبت لهم تحدي كثير حلو اسمه تحدي خرسي. هدول الخمسه رح يوقفوا هنيك على الحيط. رح يقعدوا ويبلشوا يغنوا وحده وحده، طبعا انا رح اختارها مثلا حياه، فورا هي رح لازم تغمض عيونها وتبلش تغني. اعطيني العيد اللي عندي. اغمض عيوني. اعطيني العيد. هات هات هات. وهي الاسم اللي بذكره من الخمسه فورا رح يغمض عيونه ويغني. بس اجت البيضه في راسها، هي يعني خرسي. شو يعني؟ خرسي يعني صوتك مو حلو ابدا. يعني الالعاب نزهي. الكاتشب، وبس شفتي نضرب كاتشب عليكي فصوتك وسط. يعني فينك تكملي بالغناية او توقفي بالغناية على كيفك، واذا ما انضربتي ببيضة او بالكاتشب فشو بيكون؟ حلو. زفوا للصوت الحلو. يلا على الحيط على الحيط. استنى استنى، شكرا على التصفيق اول شيء لانه انا صوتي احلى شيء. اول وحده بس اسمها فورا. لا ليش اخترتني وليش انا الاول ليش انا الثاني؟ كونها بتغمض عيونك وبتغني. تمام؟ جاهزين؟ جاهزين. على ميمو. يلا ميمو انت اول وحده، غمضي عيونك وبلشي غني. يلا اغني. شو ما بدك؟ تمام غمضي. بيبي بكلا خرسي. واحد متسابق، طلع عندنا اربع متسابقين. طلع فيني ام سيف. طلع عيني غني. يلا يا جماعه يلا 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 ام سيف. انا برايي ما بتاكل بيضه. البيضه برجع بقول البيضه يعني خرسي وخلاص، لا بد غني. اما الكاتشب فيكم تكملوا غني انه انه وسط، يعني انه خليك عم تغني معي اذا حبيتي. يلا الاحساس. كنت شوفك قلبي يطير من الفرحه انا غني، طبيب جراح الهوى سلطان. كبي 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 غني معلش غني غني. من يوم الغابت عني حسافه ضاع عمري. يعطيك العافية. بس بس يلا يلا يلا. لأنه أنا وصلت كان كاملي ليش كملت؟ كان وقتي وصلت بعدين بسافة. يا جماعة يلا يلا قومي قومي من بعد من بعد. يلا هلا ضل عندنا ثلاث متسابقين. حياة حياة روحي تكرمي ما راح خجلي. انت قلتي انا ما كنت اختار، بس انت حكيتي انت حكيتي. يلا دوسي حياة. يلا ماشي ماشي. ما رح غمض عيوني معلش. لا ما بصير لك. طب ما بحسن غني. لا بدك ما بصير. احساس احساس احساس. يلا طب ليش سايل البيضه في ايدك؟ يلا ها 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 خلاص ها. يلا عدي. ما نام حالف لا ما نام. الله حلو. بعيونك السهر عشر عواء. الله الله الله. كفو سبولة سبولة سبولة. ضلوا عنا متسابقتين. يلا لعبوا حجر ورق مقص. لعب حجر ورق مقص. حجر ورق مقص. يلا غني. يلا غمضي عيونك. شو ما والله رح اكل بيضه بعرف حالي. لا لا جوز ما تاكلي بيضه، جوز يعجبه صوتك. صح صوتك حلو.
مفروض اعوفك من زمان كون من زمان. ليش خايفة؟ لا تخافي لا تخافي ما في شيء نورمال. هلا انا اول دخلتك باحساس الاغنية الصراحة انا حبيت الغنية. يلا ديبي يلا كون كون من ذات الوقت من لك يلا جيبها لك ايش عم تغني غني من يلا عايده من اول يلا ما في داعي قومي 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 ما في داعي تعيدي قومي قومي ساعة يا زلمة قومي يلا يلا قومي يلا يلا ضل عنا اخر متسابقة اللي هي نانو لانه اربع عن النص شوي عن النص كانوا مثلا متسابقين غير انت مشكلة انه كله بيض النص نانو على فكرة يوم بتغني بدون اي مجاملة تمام فانا بحس عن جد صوتها حلو فاذا ما غمضت عيونها وتوترت فراح يطلع صوتها حلو ما بتوقع انه ينضرب فيها شيء بس اذا توترت بتوقع صوتها ما راح يطلع حلو وليش انا حاسة الجبال عم بيكذب علي مشان اغمض عيوني ويضربني البيضة كنت شوفك قلبي يطير من الفرحة أنا غني طبيب جراح الهوى سلطان من يوم الغابت عني حسافة ضاع عمري وياك يا ولي ما قدرت انساك يا ساكن بنظر عيني تعذبني على رؤياك نانو بتستاهل وكان صوتها احلى شيء من بين اصواتنا مبروك نانو فزتي بس عن جد انت كم سنه بتلعبي بوبجي سنتين سنتين وانت بتلعبي بوبجي شو قد جبتي عالم لقطات بالعالم هيت شوت مثل هيت شوتاتي هلا في الله لا والله ما في هل استعنا بجبارة ويا ريتنا ما استعنا ابدا لو بيكون انتهى الفيديو اصدقائي نحن بنحبكم كثير سلام الله 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 ما في داعي ما في داعي ما في داعي ما في داعي